الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى على تحقيق المركز الأول اليوم. هاي نعمة، كنا متنهدين على طول الصيف إن شاء الله، كنا نشتغل وكنا نتعب وكنا نستعد لهذا اليوم، وإن شاء الله الحمد لله ببركات سعادة العميد محمد راشد الرميذي اللي مأهل لنا كل شيء، المكان والمنزل والخياط والوشرة، الله يطول في عمره، ما قصر ويانا في شيء. والأخ الصديق البروفيسور راشد محمد براشد الرميذي، تعليماته من الأردن ما وقف ويانا، استخدموا يمين استخدموا يسار، حطوا شراع بدلوا شراع، اللهم لك الحمد ما قصر، بيض الله ويوهم كلهم. والحمد لله نحن خذنا باتجاه العالي المتوسط في الانطلاقة، وقدرنا ان نسيطر على السباق. ما انطلقنا من اول السباق، ما طلع محملنا، لكن الحمد لله ان المحمل ساعي وقام ير من انطلاق، كان 6-7 محامل قدامنا، وقدرنا نلحق شوي 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 لين حققنا المركز الاول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والله هذا من اصعب السباقات، وانا احب السباقات هاي اللي فيها الهوى وفيها الاثاره وفيها الاكشن، لكن نفس بعلق نفس ما علق سعاده العميد، الناس مو كلها تعرف الخشب، مو كلها تعرف المحامل. شوف اليوم، اليوم فرد الثلاثين الاوائل اللي وصلوا النهايه هم المتسابقين الحقيقيين، اما اللي تعطلوا ورا وتاخروا هذول من اسبابهم الغشام، هم اللي يلعوزون عمارهم ويلعوزون المحامل الثانيه وياهم. انا صراحه ايدت الوقت وايدت السباق وايدت الهوى، وكنت محتاج سباق في هوى لان في اثاره عشان يطلع المتسابق الحقيقي في وقته، والهوى مو بوايد مكلف لكن الهوى زين. واتجاه اللجنه في طرحه البويات كان ممتازه، وفي خط النهايه كان ممتازه، بس انا انصح خط النهايه يدخلونه بعد كيلو او ميل، لانه بيكون داخل درى اليزر واهون وامن على البحار.